في ذكرى 47 نصر أكتوبر، وبينما كانت شاشاتنا العربية تحتفي بذكريات ملحمة الانتصار، أطلق وزير الخارجية الإسرائيلية إيرلابي تصريحا مثيرا خلال حضوره الجمعية العامة للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، جاء فيها أن حكومة بلاده تحقق تقدما في مسار التطبيع، وأنها بصدد توقيع اتفاقيات تطبيع جديدة مع دول لن يمكنه الإفصاح عنها في هذا التوقيت. اليوم أي بعد 3 أيام فقط من الذكرى، تكشف إذاعة جيش الاحتلال عن بعض ملامح هذا التقدم بالإعلان عن زيارة أجراها وفد عسكري سوداني لإسرائيل برئاسة الفريق عبد الرحيم حمدان دقلو أحد كبار أعضاء مجلس السيادة السوداني، والأخ الشقيق لنائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان حمدتي خلال الأيام القليلة الماضية، وأن السودان أعلن المشاركة يوم 14 الجاري من الاحتفال الرسمي بإعلان الاتفاق الإبراهيمي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالعودة إلى حديث لابيد، فإن الجهد الذي يجرى لإبرام الاتفاقيات الجديدة حسب ما قال لا يأتي بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية فحسب، وإنما يتقدمها دولنا العربية الشقيقة المغرب البحرين الإمارات، وعن الأخيرة تحديدا تؤكد المصادر أن النشاط الذي تقوم به العديد من أجهزة المخابرات الأجنبية والعربية لاستقطاب مكونات السلطة الانتقالية بشقيها المدني والعسكري في الخرطوم تحظى فيه الإمارات تحديدا بالنصيب الأوفر في هندسة عملية التطبيع وترويجها للسلام الإبراهيمي المزعوم، فيما يكفي البحرين مزاحمة صور زيارة وفدها إلى حائط المكة لمشاهد تذكرنا عن النصر. هكذا أرادت إسرائيل، وهكذا أراد الأشقاء مزامنة الذكرى، لكنها تكفي في المقابل دليلا وبرهانا على انفصام هذه الأنظمة عن شعوبها، وأن أمريكا وإن أظهرت خطواتها الانسحاب من بلادنا فستبقى عبر الكيان الإسرائيلي وأدواته في عواصم التطبيع. رحلة السودان من الممانعة إلى التطبيع ومسار الانتقال في قصة اليوم، مشاهدينا تابعونا.